السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث. ونناقش في ملفنا الأول. لمناقشة هذا الملف أرحب معي هنا في الاستوديو بالدبلوماسي الجزائري السابق الأستاذ محمد العربي زيتود. لما تذبح شعوبها ويطلع شخص يقول لك ولو زنى في التلفزيون الحاكم ورأيناه بالخمر والزنا فإننا سنطيعه، هذه يراد للشعوب أن تكون خاضعة ساكتة ساكنة تماما. ويأتي القائد العسكري. فقد شن تنظيم الحمدين بقيادة قناة الجزيرة وأذنابها هجوما شرسا على أخينا وشيخنا فضيلة الشيخ المجاهد الدكتور عبد العزيز الرئيس حفظه الله تعالى. الشرعي إذا كنت أمامه انكر عليه ولو بصوت مرتفع ولو قدام الناس ولو أمام الناس، لكن تراعي المصلحة والمفسدة. هم اللي واقفين ورا قطر دلوقتي، أمريكا اللي واقفة ورا قطر، بريطانيا واقفة ورا قطر، وهي اللي بتمد الإخوان وفتح لهم الباب هنا. اسمعوا قناة الحوار وادخلوا على موقعها، ادخلوا على موقع الحوار على اليوتيوب وافتحوا البلاي ليست بتاع القناة، شوفوا ايه اللي موجود في القوائم التشغيل اللي موجودة على الموقع الآن. لو انت فتحت قناة الحوار كده ودخلت شفت مقطع فيديو ضغطت عليه ودخلت على الليستة وشفت القوائم اللي موجود. أهل السنة والجماعة فيرون أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر مهما كان. لو كان ولي الأمر فاسقا يشرب الخمر ويزني ويلوط ويظلم ويفعل كل منكر إلا الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه، بل تجب مناصحته ودعاء الله له. القناة ديت عملها بريطانيا وبتدعمها على أساس كل همها إزاي توقع السعودية، إزاي تدمر البلاد العربية، فهم خونة